الآن سينضم إلينا مشاهدينا من مدينة نيويورك الأستاذ محمد سطوحة المتخصص في الشأن الأمريكي. أستاذ محمد مرحبا بك. بداية أود أن أسألك، إلى أي حد يمكن أن نعرف الرئيس الأمريكي الجديد، هوية الرئيس الأمريكي الجديد هذا المساء، وأنك ترجح ربما أن النتائج لن تصدر إلا غدا في منتصف النهار؟ هذا سيتوقف على بعض الولايات تحديدا، بمعنى أنه ولاية مثل بنسلفانيا التي يعتقد أنها ربما تكون الحاسمة في هذه الانتخابات، لا أعتقد أننا سنعرف نتيجتها الليلة، لأن هناك أصوات كثيرة بالبريد، وهذه الأصوات لم يبدأ فرزها إلا اليوم، فبالتالي سيستغرق الانتهاء من فرزها عدة أيام. ولكن هذا ليس معناه أننا سننتظر نتيجة بنسلفانيا. لو أن النتيجة حسمت لصالح جو بايدن في إحدى الولايات السابقة مثل فلوريدا، نورث كارولينا، جورجيا أو أريزونا، هذه الولايات أي منها إذا فاز فيها جو بايدن هذا معناه أنه الأمر شبه محسوم لصالحه، لكن إذا فاز فيها جميعا دونالد ترامب هذا معناه أننا سننتظر نتيجة بنسلفانيا، وهذه ستجرنا للانتظار ليس فقط للفرز ولكن ربما أيضا لقضايا قانونية يستعد المحامون على الجانبين لرفعها من أجل عملية الفرز ذاتها.